زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عددا من المكتبات في مدينة أبورتو البرتغالية على هامش زيارة خاصة استهدف خلالها سموه وجهات ثقافية وأكاديمية وعلمية، من بينها مكتبة بلدية مدينة أبورتو ومكتبة ليلو التاريخية. في واحدة من أكبر وأقدم المكتبات العامة في البرتغال، تجول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أروقة وأجنحة مكتبة بلدية أبورتو التي تأسست عام 1833. ورافق سموه في الجولة سعادة موسى عبد الواحد الخاجة سفير الدولة لدى البرتغال، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد زار المكتبة في العام 2000 أثناء عمل سموه على كتابه بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد، ونوه سموه بالدور التاريخي للبرتغال في إثراء الثقافة الإنسانية بمختلف أشكال العلوم والفنون، كما أشاد بجهود السلطات المحلية في توفير رعاية للمكتبات ومحتوياتها وإتاحتها للباحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث تتضمن آلاف الوثائق والمخطوطات والخرائط. إلى ذلك زار صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي مكتبة ليلو التي تأسست عام 1881، حيث تجول في أقسام المكتبة واستمع إلى شرح من المسؤولين عما تضمه من عناوين وكتب ومخطوطات قديمة وإصدارات أولى لأشهر الكتب العالمية التي يرجع بعضها إلى القرن السابع الميلادي. كما شهدت المكتبة في العام 1906 عملية ترميم وإعادة بناء واسعة، ويزورها يومياً آلاف الأشخاص من مختلف الأنحاء. هذا وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بتوقيع رسالة شكر وتقدير في كتاب الزوار لكل مكتبة ثمن فيها الجهود المعرفية والثقافية التي يقوم بها كافة القائمين عليها.